السلام عليكم ورحمة الله. عشر أيا رمضان ودعناها، عشر أيا رمضان ودعناها، قلبي يئن مفارقا إياها، رباه فارزقنا القبول وجد لنا بالعفو بالرحمات كي نحياها. حي هلا بكم معنا مشاهدينا الأكارم، ونحن لازلنا في هذه الأجواء الرمضانية المفعمة بالحياة المفعمة بالهمة. أهلا بكم معنا على مائدة برنامجكم اليومي الألوان السبعة، نبدأ معكم كما عودناكم بعد هذا الفاصل. أهلا بكم معنا. مستشفى بدأ صغيرا وبجهود تراكمية أضحى مؤسسة خدماتية طبية منافسة، مستشفى أوك ميداني، أميال من المؤسسات التعليمية الصحية الرائدة. بعد قليل وفدوا من بلادهم العربية، استقروا هنا في تركيا، حملوا كاميراتهم وأقلامهم ليكونوا في صلب كل حدث. الإعلاميون العرب في تركيا، سفراء العالم العربي في أرض الضيافة. بعد قليل في الألوان السبعة. قيل في الحكم التاريخية: كيد الطبيب بلطفها تشفي العلل. يد الطبيب، هذه اليد الحانية التي تمتد بيضاء نقية إلى موقع العلل والأمراض فتزينها وتزيلها. الحكمة أو الطب أو التداوي مشروع واحد بشري ضروري لوجود البشرية، لاستمرارية النسل والنشأ والصحة العامة. قراءتنا في هذا المساء مشاهدينا الأكارم مع مؤسسة صحية طبية تعليمية تزاوج ما بين الإبداع وما بين موائمة ومواكبة متطلبات العصر الحديث، مستشفى أوك ميدان. هذا المستشفى الكبير، هذا المستشفى العملاق الذي نضربه كحالة إبداع مميزة، ويشرفنا أن يكون معنا الدوتشن دكتور، أي الأستاذ المشارك ورئيس فريق العمل الطبي فيه، الأستاذ آدم أكتشاكايا. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الألوان السبعة. çok teşekkür ederim. جزيل الشكر. ben bütün İslam aleminin أود أن أبارك للعالم الإسلامي شهر رمضان المبارك، وأتمنى أن يكون وسيلة للخير وأتمنى الصحة والسلامة للأمة الإسلامية. ونحن نشاركك الرأي حضرة الدكتور، ونشكرك جدا على ذلك. مشاهدينا الأكارم، دعونا نعرفكم ببطاقة تعريفية عن هذا المستشفى أو الصرح التعليمي الذي يزوج ما بين العلم وما بين الطب بكل مجالاته ومجالاته الإبداعية. نتابعه سويا ثم نعود بعد ذلك لحوار ضيفنا الكريم. افتتح مستشفى أوك ميداني للتعليم والدراسات عام 1971 باسم مستشفى بي أولو، بطاقة استيعابية وصلت إلى 1000 سرير. تم إنشاء المستشفى على مساحة بلغت 96 ألف متر مربع، منها 55 ألف متر مربع مغطى، ويتم فيه معالجة وفحص 5000 مريض يومياً، إضافة إلى أنشطة تعليمية ودراسية. يمكن للمرضى أخذ مواعيد الفحص والعلاج عبر الموقع الإلكتروني للمستشفى، وبمجرد دخولهم المستشفى يوجههم الموظفون إلى الأماكن التي يجب التوجه إليها. فريق الاستقبال يستقبل المرضى في قسم الطوارئ ويساعدهم في القيام بكل الأمور اللازمة، ويرافقهم ولا يتركهم وحدهم أبداً. يصل معدل العمليات التي تقام فيه زها 4500، ويتم الحفاظ على برودة غرف العمليات ما بين 20 و23 درجة، ودرجة الرطوبة ما بين 30 و60%، وهكذا يتم التخلص من مخاطر تواجد الكائنات الحية المجهرية. مستشفى أوك ميداني للتعليم والدراسات متخصص في مجالات علم الأورام الطبية وعلم الأورام الإشعاعية وجراحة الأورام.
عيادة علم الأورام تقدم خدمات لأكثر من 130 ألف مريض سنوياً، وتتم فيها كذلك تطبيقات الليزر بدقة. مستشفى أخميدان للتعليم والدراسات هو أحد أهم أقطاب قطاع الصحة الذي تطور في السنوات الأخيرة بشكل سريع في تركيا. هذه المؤسسة التي افتتحت قبل 40 عاماً كمستشفى حكومي صغير أصبحت الآن مؤسسة عملاقة تقدم مجال الصحة والدراسة بمعايير عالمية. نعم، حضرة الأستاذ المشارك آدم أكتشاكايا، رئيس الطاقم الطبي في مستشفى أوكمايداني، نجدد ترحيبنا بحضرتك، ونتمنى أن تكون هذه الأوقات الطيبة من شهر رمضان المبارك خير وبركة عليكم وعلى سائر أمتنا وعلى سائر مشاهدين الأكارم تحديدا. أستاذنا الكريم، نتحدث عن مسيرة نهضة استمرت إلى أكثر من 40 عاما. عام 1971 طلق مستشفى أوكمايداني ليكون منارة علمية بأسلوب مبسط يتوائم مع ذلك العصر. اليوم تحققت فيه نهضة عمرانية، نهضة فكرية، نهضة إدارية تصوغ هويته بأسلوب فني جديد. اليوم أوكمايداني يختلف تماما عما كان عليه قبل 40 عاما. هل حدثتنا عن مسيرة التطور؟ إن هذا المستشفى البحثي أسس في عام 1971 وكان ربما مركزا صحيا صغيرا هكذا كان في البداية، إلا أن اتحاد المستشفيات أو الخدمات التي تقدمها المستشفيات للعمال التي نسميها في تركيا وبعد ذلك أضيف إليها خدمة التعليم، إلا أن المستشفى أو عملية التغير الكبيرة أصبحت في عام 2005، وهو السياسات والقوانين المتعلقة بالصحة والتغيرات التي جاءت في وزارة الصحة. مستشفى أوكمايداني يقدم التعليم ويقدم أيضا الاستشفاء لمن أراده، لا شك أنه من أكبر المستشفيات في تركيا. طبعا يوجد هناك خدمة الطوارئ ويوجد هناك أيضا مركز لمعالجة أمراض السرطان. عندما أسس هذا المستشفى في بداية الأمر كان أنشئ هذا المستشفى ليكون آخر مستشفى يراجعه المرضى، وهذا الأمر لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة، لأن مرضى السرطان بإمكانهم أن يراقبوا من خلال مجموعة كبيرة، ويجب أن يكون هناك متابعة للمرض أثناء التداوي، وكل هذه نعم الأمور لها خصائص متعددة. نعم، اسمح لي هنا أن أتحدث معك حول قضية تهم المشاهد العربي الذي يعني نبرق إليه بمحبتنا هنا ونتفاعل مع القضايا التي يطلبها سواء عبر الفيسبوك أو عبر الإيميل الخاص بالبرنامج. هناك العديد من الطلبات جاءتنا لبيان المستوى الطبي في تركيا عموما مقارنة مع العالم الغربي، يعني الشرق الأوسط يفضل العلاج، طبعا هناك من يأتي إلى العلاج في تركيا، ولكن عندنا دعاية مكثفة أن مستوى العلاج في أوروبا متقدم جدا. كيف تقيم لنا مستوى الطب في تركيا تحديدا في مجالات الطب التخصصي مقارنة مع أوروبا، مقارنة مع الغرب تحديدا؟ سواء كان في الإطار التكنولوجي أو في إطار الكوادر العاملة في هذا المجال، أستطيع أقول بكل أريحية تامة أننا لسنا متخلفين عن أوروبا على الإطلاق، وإنما نحن أفضل من أوروبا، أقولها بكل صراحة. ويوجد لدينا جميع المعايير وجميع الموازين، هي الموازين الموجودة في الاتحاد الأوروبي، جميع أمورنا وجميع أيضا النشر الذي نقومه وأيضا الفعاليات والعمليات التي نقومها تؤكد هذا الأمر، وهذا الأمر وهذه التغيير الذي قمنا فيه. طبعا منظمة
منظمة الصحة العالمية قامت بالشكر للوزارة وزارة الصحة، ونحن بطبيعتنا نشكر وزارة الصحة في هذا الإطار. أوروبا وأمريكا، ما هي التكنولوجيات المطبقة هناك؟ نفس هذه الآليات ونفس هذه الأدوات موجودة في تركيا؟ وبالإضافة إلى أوروبا، هناك في أوروبا الانتظار الطويل والطابور في المستشفيات، هذه الأمور لم تعد موجودة عندنا في بلادنا. نحن في السابق كان هذا الأمر موجودا، هناك بعض المرضى الذين كانوا يذهبون من تركيا إلى أوروبا في السابق، الآن أصبح الناس يأتون إلينا من أوروبا، ويوجد لدينا مجموعات كبيرة من هذا الصف. هذه من البشريات القوية، وربما يعني بما أن المواطن العربي يحس ب وحدة الثقافة ووحدة المجتمع ووحدة الجغرافيا حتى ما بينه وما بين تركيا، ربما كان هذا عاملا معززا. أستاذنا الكريم، وصلتنا العديد من البرقيات تتحدث عن قضية علاج أورام السرطان تحديدا، كيف تقيم لنا دور مستشفى أوك ميداني في هذا الجانب على المستوى التقني، على مستوى الكادر التخصصي طبيا؟ هل هناك قدرة حقيقية على علاج ومتابعة على أقل تقدير حالات السرطان والأورام الخبيثة والحميدة بنوعيها تشخيصا ومتابعة في هذا الإطار؟ إن السرطان، وما كما قلت لكم قبل قليل، هناك التشخيص وهناك التداوي، هناك مرحلتين. تركي نحن هذا المستشفى لا شك أنه متقدم على عدد من المستشفيات، لأننا نقوم بالتداوي الكيميائي، ونحن أول مستشفى في تركيا قد امتلك هذه التكنولوجيا. ويوجد لدينا أيضا أجهزة أخرى، فلذلك نحن نتحدث إذن عن تاريخ في تداوي السرطان في هذا المستشفى من خلال الأجهزة الحديثة، ولا شك أن هذا المكان هو من أفضل المراكز، ونحن لا شك أننا من أفضل المستشفيات الخاصة. وعندما ننظر أيضا عدد المرضى الذين نقوم بمعالجتهم، لا شك أننا أكبر عددا من أكبر مستشفى في أوروبا يعتني في نفس الموضوع، ولا شك أننا لسنا ضد تحت مستوى الموجود في الغرب. حضرة الدكتور آدم، إذا تحدثنا عن قضية عدد العمليات التي تقومون بها، نحن نتحدث شهريا عن قرابة 3700 عملية شهريا، نحن نتحدث عن رقم ضخم، هل هذا دليل ثقة من المجتمع بهذه المستشفى؟ هل هذا دليل ثقة بالطب في تركيا؟ هل هو دليل ثقة بما تقدمونه من خدمات تقنية وبشرية في هذا الجانب؟ لا شك في ذلك. نحن في الوقت الحاضر وفي بلدنا لا شك أن الناس بما فيهم المستشفيات الخاصة أو المستشفيات الحكومية، الناس يقبلوا على جميع أنواع المستشفيات، إلا أننا في مركز القدوة للآخرين للخدمات الكثيرة التي نقدمها. هذا الأمر لا شك أنه يبعث بالتفاؤل ويبعث بالأمل. طبعا هناك مثلا المواعيد التي تقدم لأيام أو لأشهر أحيانا، ومع التطورات التي نشهدها في بلدنا ومع التقدم التكنولوجي الموجود في بلادنا، يوجد لدينا الأجهزة الحديثة وعملية التجديد لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة، وكما تعلمون أن الطب دائم التجدد وجائم التجديد، وهذا أيضا بالتأكيد لابد من متابعة التقنيات والتكنولوجيا الجديدة في جانبه، وأيضا على مستوى تطوير الكادر نوافقك هذه الرؤية حضرة الدكتور، ولكن نستميحك عذرا بإطلاع المشاهدين على لوحة في غاية الروعة من العطاء الطبي في مستشفى أوك ميداني، نتابع وحدة معالجة التدخين أو مكافحة التدخين أو وحدة متابعة المرضى الراغبين بترك عادة التدخين، نتابعه سويا ثم نعود إلى حوار ضيفنا الكريم. لا يترك عضوا أو جهازا في الجسد إلا ويضره، ولا يتوقف أذاه عند من يتعاطاه، بل إلى كل من يوجد في الجوار من الأقارب والأصدقاء وحتى الأطفال الصغار. إنه أحد آفات العصر العظام، التدخين. ورغم اقتناع الجميع بمخاطره العظيمة صحيا وماديا واجتماعيا،
إلا أن الكثيرين يخفقون في الإقلاع عنه، لذلك بدأت تنتشر في العديد من المستشفيات وحدات الإقلاع عن التدخين. التقينا الدكتور أتيلا أويصال مدير عيادة الإقلاع عن التدخين في مستشفى أوكميدان والمنسق العام لمشروع تركيا لدعم الإقلاع عن التدخين في إسطنبول، والذي أكد بشكل قاطع أن التدخين مرض وإدمان وليس فقط عادة اجتماعية. السبب الأساسي في فشل المدخنين في الإقلاع عن التدخين هو الإدمان الشديد على مادة النيكوتين الموجودة داخل السجائر. تستخدم هذه العيادات علاجات كثيرة، منها الملصقات والعلكة وبعض الأدوية التي تخفف الرغبة بالتدخين وتؤثر على مستقبلات الدماغ، إضافة إلى علاج آخر مهم. نعطي لكل مرضانا قبل كل شيء علاجا سلوكيا، فنعلمهم كيف وفي أي ظروف محيطة يمكن لهم ألا يدخنوا، وأي سلوكيات تحفز النفس على التدخين والتي عليهم التقليل أو الإقلاع عنها، مثل شرب الشاي والقهوة. يقرر الدكتور ويصال أن نسبة نجاح هذا العلاج تصل إلى 30%، مشيرا إلى أهم أسباب الفشل. أحد أهم أسباب الفشل هو عدم قناعة وإصرار المريض على ترك التدخين. ظروف البيئة المحيطة أيضا مهمة، إذا لم يحصل المريض من عائلته وبيئته على الدعم الكافي قد يسبب ذلك الفشل، كما يؤثر أيضا انضباطه في تناول الأدوية. ويبقى أن يبشر الدكتور أتيلا المدخنين بشارة مهمة. مع بعض الفروقات بين عضو وآخر في جسم الإنسان، فإن أضرار التدخين في كل الأعضاء قابلة للانعكاس بعد ترك التدخين بعشر سنوات. يمكن لنا أن نعود إلى حالتنا الصحية الطبيعية قبل بدء التدخين. أؤكد أن التدخين عادة يمكن الإقلاع عنها. ما وجد داء إلا وله دواء، والتدخين ليس بدعم من الأمر ولا استثناء، لكنه يحتاج فقط إرادة العلاج والسعي له. نعم، نعود إليك حضرة الأستاذ المشارك آدم أكتشاكايا. عندما نتحدث عن هذه الوحدة لمكافحة التدخين أو لتعزيز عادة ترك التدخين أو لإيجاد معين طبي لمن يرغب في ترك هذه العادة، هل هذا نوع من التفكير الإبداعي؟ هل هو تساوق مع يعني آليات جديدة وآلات جديدة وصلت إلى المستشفى عندكم تساهم في هذا الأمر، وتستطيع أن تصف لمدمني التدخين بعض الأنواع من العلاجات التي تؤهلهم لتركه؟ في الوقت الحاضر عندما قلنا أننا نعالج السرطان، وكنا لا شك أنني بعد أن جئت إلى إدارة المستشفى أردت أن أعالج مرض السرطان من جذوره طبعا، وإذا أردت أن تقوم به يجب أيضا أن تعالج الأسباب التي تؤدي إلى السرطان، وأكثر شيء يسبب السرطان في بلادنا هو التدخين، فلذلك حاولت أن أقوم بحملة لمكافحة الدخان. ولا شك أن هناك الكثير من التغيرات التي قامت في تركيا في هذا الصدد تحت مسمى الجو النظيف للجميع، ولا شك أن هناك بالإضافة إلى مداواة السرطان ومعالجة السرطان يوجد هناك وحدة لمكافحة أسباب السرطان وعلى رأسها بطبيعة الحال التدخين. وعندما نحن نتحدث عن المؤثرات أصبحت معروفة لدينا، وأيضا الأسباب أصبحت معروفة لدينا، ولا شك أن الكثير من طبعا هناك السمنة، أيضا عادات النوم، عادات الغذاء، كلها أيضا أسباب ربما في نهاية المطاف تؤثر على حياة الإنسان الصحية، إلا أن التدخين لا شك أنها أضرها، ولا شك أن هذا الأمر متعلق بالأفراد.
استخدام السجائر والدخان هو عادة، ويجب أن يكون هناك دعم مادي ودعم معنوي. ولا يمكن أن تقول للإنسان لا تدخن وهذا الأمر ليس كافيا، ربما أحيانا من خلال الأدوية أو من خلال الدعم المعنوي والمادي بإمكاننا أن نتغلب على هذه العادة السيئة. يوجد لدينا مركز صحي متخصص في هذا المجال، وهذا هي الوحدة. هل هناك إقبال من المجتمع التركي؟ هل يعلم المجتمع التركي بوجود مثل هذه الوحدة يعني الصحية والطبية المميزة، والتي هي حقيقة مركز إشعاع حقيقي في ميلاد فكرة جديدة في محاربة هذه العادة السيئة؟ عندما نتحدث عن تفاعل الشارع التركي مع هذا الموضوع ونسبة الاستفادة، هل حدثنا عنها؟ نعم، لا شك أن هذا هي الوحدة أكثر الناس يقبلون عليها، ونحن نستطيع أن نقول أننا لا نستطيع أن نلبي طلبات الجميع. هناك أعداد كبير من المرضى يريدون المعالجة من هذا الأمر. إن في الآونة الأخيرة الشعب التركي أصبح مقبلا على هذا الأمر، ويوجد هناك اهتمام بصحة الإنسان في هذا الإطار، وأصبح الشعب التركي يريد الإقلاع عن التدخين. هناك يوجد الكثير من الناس الذين يقومون بالرياضة بشكل منتظم، وأيضا يوجد هناك أيضا التدخين السلبي، وهذا الأمر أيضا أصبح الشعب التركي واعيا لمخاطره، وأصبح كذلك في هذا الإطار يقوم بما يعني بالإضافة حتى إلى المنع الموجود في تركيا. أصبح الناس على وعي في هذا الإطار. لا شك أن المستشفى الذي أخدم فيه لا شك أنه له مركز قيادي في هذا الإطار. ونحن نشكركم عليها بطبيعة الحال، حقيقة خطوة متقدمة في هذا السياق. وهذا ما يدفعني إلى سؤالك حضرة الدكتور عن سلسلة الخطوات التراكمية في هذا الجانب. عندما نتحدث عن أكميداني كمستشفى صغير أسس في 1971، اليوم نتحدث عن مضاعفة مستمرة لعدد الأسرة، نتحدث عن بناء يقع على مساحة قرابة 100,000 كيلومتر، عن يعني أعداد كبيرة جدا، 95 كيلومتر مربع، نتحدث عن مساحة ضخمة جدا من حيث البناء، نتحدث عن مساحة كبيرة جدا من حيث التقنيات. إلى أين تمضون في هذا المشروع؟ هل تسعون إلى أن يكون مستشفى أكميداني نموذج متطور لعمل طبي معاصر؟ أشكركم جزيل الشكر لأنكم سألتم هذا السؤال. في الأيام القادمة والسنوات القادمة يوجد لدينا عدد من المشاريع. مساحتنا الآن نعم يوجد هناك مجمع كبير تابع لنا، إلا أننا يوجد هناك أيضا أماكن أخرى لنا، ونود أن نزيد من هذا الأمر ومن هذه المساحة. ويوجد لدينا الآن مخطط، يوجد لدينا مكان فارغ لإقامة بناء جديد عليه، وهذا الأمر سيكون بدعم من بنك الصندوق الدولي. وأدعي أن هذا المستشفى الذي سيبنى حديثا سيكون أجمل مستشفى في إسطنبول. يعني طبعا أمراض السرطان هو الذي سيكون طبعا تخصصنا في هذا المستشفى الجديد. التخطيط قد انتهى في الشهر مارس، في مضونا بالمشروع، يعني بعد شهر حزيران إن شاء الله سيكون هناك العطاء لبناء هذا المستشفى، وسيبدأ بمرحلة البناء إن شاء الله، وسيكون كما قلت لكم سيكون متخصصا أكثر ما يكون أو موجها لأمراض السرطان. ولا شك أنه سيكون التكنولوجيا التي فيه متفوقة بشكل كبير، وهذا ما أتحدث عنه أن كثيرا من استثماراتنا هو في الغالب للأجهزة المتعلقة بأمراض السرطان، ونحن والحمد لله نمتلك جميع أنواع الأجهزة. وهناك أيضا أود أن أقوم باقتراحه، يوجد لدينا أيضا كادر
متخصص في معالجة هذه الأمور، ونحن نقدم أيضا والحمد لله خدمات جيدة جليلة. حدثتنا أستاذنا الكريم عن قضية التكنولوجيا المتطورة التي تسعون إلى امتلاكها، وحدثتنا أن لديكم كادرا مؤهلا، ولكن لابد أن نزوج ما بين أمرين، الكادر المؤهل لابد من تأهيله أيضا والاستمرار في تأهيله، وأيضا معرفة آخر ما وصل إليه العلم الحديث من أبحاث علمية من دراسات تتعلق بالعلوم الطبية بشتى أنواعها ومجالات تخصصها، حتى نكون مواكبين للعلم، حتى نكون سباقين في فرض أجندتنا، حتى نكون قادرين على الكلام بثقة أننا على مستوى متقدم طبيا على مستوى العالم. هل لديكم مشروعات تأهيل كادر طبي؟ في الوقت الراهن نحن كمستشفى نقدم خدمة الأبحاث وخدمة التدريب والتعليم في مجالات عديدة، ونحن إذن أن نخرج أخصائيين في المجالات التي نعمل فيها، ولا شك أن هذا أولئك الأخصائيين الذين يتدربون لدينا ويعملون لدينا، لا شك أنهم نقدم لهم الدعم الكافي. أحيانا نبعث بأصدقائنا وإخواننا إلى الدول الأخرى ليتدربوا في مراكز صحية مختلفة في العالم، وكذلك عندما نشتري أيضا جهازا طبيا نبعث أيضا عددا من المختصين ليتعلموا على استخدام هذا الجهاز في أفضل مكان استخدم في هذا الجهاز وبأفضل ما يكون، لأن الجهاز في نهاية المطاف يجب أن يكون جودته مع جودة اليد العاملة. هذين الأمرين يعني يجب أن يكونوا، طبعا الإنسان أهم، لأن الإنسان هو الذي يستخدم هذا التكنولوجيا، الإنسان هو الذي يستخدم هذه الآلة في نهاية المطاف، ولا فائدة لآلة لا يستطيع الإنسان استخدامها حتى لو كانت متوفرة لديك. العمليات الجراحية كلها تقام على أرضنا، وحتى الكثير من الجامعات، جامعة ومستشفى وإدارة حكيمة وقدرة على التطوير ورؤية مستقبلية مميزة. رئيس قسم الفريق الطبي في مستشفى أوكميداني الأستاذ آدم أكتشاكايا، نشكرك جدا على وجودك معنا وعلى هذه الرؤية الناضجة حقيقة للمزاوجة ما بين العمل الطبي والعمل الأكاديمي والرؤية المنفتحة تجاه مجالات الطب وآفاق علاجها، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما علينا في برنامج الألوان السبعة. ومشاهدينا الأكارم، أنا أوان لوحتنا الكاريكاتورية الأولى، نترككم معها بلا تعليق. إلى الحاكم العام في مصر من السلطان أحمد الثالث رسالة تتضمن معايير قيادة الأمة، رسالة نعرضها على حضراتكم في إطار صفحة من صفحات التاريخ المطوية. صفحات المطوية نتابعها سويا. تعرض الوثيقة نص الخطاب الذي أرسله السلطان العثماني إلى الحاكم العام لمصر محمد باشا، وقد ركز المرسوم السلطاني الصادر عن السلطان أحمد الثالث على القضايا التالية: التأكيد على المودة والانسجام بين أفراد الشعب في مصر وضمان الأمن والسلام، أن على موظفي الدولة العمل وفق القوانين والأنظمة السائدة عند القيام بجمع الضرائب، يجب على كبار القوم والنبلاء اتباع الحق والعدالة في التعامل مع الشعب، المعاملة الحسنة للقبائل والعشائر البدوية وضمان العدالة في جميع المجالات وفي كافة الأماكن. أرشفت هذه الوثيقة الصادرة من عهد السلطان العثماني أحمد الثالث إلى حاكم مصر عام 1725 ميلادية.
وإلى لوحة من لوحات العطاء المؤسساتي الأخرى، مؤسسة ناضجة جمعت ما بين الوزير والفقير، ما بين الديانات السماوية المختلفة، ما بين الرؤى التي تجمع صاحب البيت البعيد وصاحب البيت القريب. في غلاطة مولوي خانة كان هناك إفطار مميز كان فريق البرنامج سباقا لتغطيته، نتابعه بتداعياته وآثاره في تقريرنا الآتي مع الزميلة رشيدة الفطماوي، ثم نعود إليك. استضافت خانة المولوية بمدينة إسطنبول وبإشراف من رئيس بلدية بيولو السيد أحمد مصباح ديمرجان إفطارا جماعيا ضم جميع الشرائح الدينية التي تعيش في تركيا، ووفدا رفيع المستوى من رجال الدولة وإعلاميين. وقد عمت هذا الإفطار أجواء من الأخوة والصداقة بين رجال الدين المسيحيين واليهود والمسلمين الذين تشاركوا المائدة الرمضانية. وأشرف على الإفطار رئيس بلدية بيولو الذي تحدث إلينا بهذه المناسبة قائلا: كل الأديان موجود في منطقتنا في بيولو، واليوم كل أديان أشخاص مهمة جاءوا وإفطرنا مع بعض. هذا الصورة وهذا الرسم مهمة جدا، وأتمنى ذلك هذه الصورة سيكون لكل العالم. حي على الصلاة. لا شك أن العالم الإسلامي بوجه عام وتركيا بصفة خاصة تتمتع بتراث تاريخي بالغ العمق من زاوية تجربة التعايش جنبا إلى جنب. لقد استفادت تركيا الحديثة من هذا التراث الذي تكيف في ضوء الدعوة الشاملة المستمدة من عناصر السلام والتسامح في الدين الحنيف، وتاريخها الذي تشبع بمبادئ ذلك الدين، وموقعها الذي شكل جسرا لمختلف الحضارات. ولهذا السبب فقد حملته إلى يومنا هذا ونجحت بتطويره وتكييفه من جديد، وبالتالي وضع وتفعيل مشاريع العيش جنبا إلى جنب في المستقبل. وقد كان من بين المدعوين إلى هذا الحفل الرمضاني أحد رجال الدين المسيحيين الذي استضفناه وقد عبر قائلا: نحن في هذا المساء الجميل جلسنا على مائدة المحبة وقد دعينا إليها، وأنا باسمي وباسم جماعتي أشكر السيد مصباح ديمرجان والطاقم العامل في البلدية، وأتمنى أن يكون شهر رمضان شهرا يعم فيه الخير والسلام لتركيا وللناس جميعا والبشرية قاطبة، وأن يكون وسيلة للأخوة والوحدة ومحبة الناس لبعضها. تخلل هذه الأمسية الرمضانية عرض لفرقة جمال الدين الرومي للدراويش، وتشتهر الطريقة المولوية بتسامحها مع أهل الذمة ومع غير المسلمين أيا كانت معتقداتهم وأعراقهم. لقد صنف العلماء المسلمون الذين أخذوا بالاعتبار إمكانية تعايش المسلمين جنبا إلى جنب كافة المواطنين إلى مسلمين وغير مسلمين بنظر القانون. وانطلاقا من هذا التصنيف يتضح لنا التطرق لمفهوم الأقليات في التجربة الإسلامية التاريخية بأن القصد هو ليس مجموعة عرقية معينة، بل كافة المواطنين غير المسلمين الذين يعيشون ضمن الأكثرية المسلمة الساحقة في ظل الدولة الإسلامية. وفدوا من بلادهم العربية، استقروا هنا في تركيا، حملوا كاميراتهم وأقلامهم ليكونوا في صلب كل حدث. الإعلاميون العرب في تركيا سفراء العالم العربي في أرض الضيافة، بعد قليل في الألوان السبعة.
الزميل الدكتور سعيد الحاج غطى لنا حدثا مميزا، لغة خطاب فنية ربما تكون اندثرت في بعض بقاع الأرض، ولكنها هنا في تركيا بدأت تأخذ مجراها الحقيقي في خطابها وتأثيرها بمستوياته المتنوعة على الشرائح التي تحبها وتستمتع بها. فنيات الخطاب بمسرح الدمى أو مسرح العرائس كما كان يسمى، وتقرير الدكتور زميل سعيد الحاج. مسرح الدمى أو مسرح العرائس فن تمتد أصوله لعصور مديدة سابقة، وهو فن يعتمد على تحريك مجسمات مصنوعة من الخشب أو الجبس أو الورق المقوى عن طريق الخيوط أو العصي بهدف ترفيه وتسلية وتعليم الأطفال على وجه الخصوص. ورغم أن هذا النوع من الفن لم يعد محافظا على زخمه القديم، إلا أنه ما زال موجودا ومرغوبا ومحموبا، وما زالت تنظم له المهرجانات الدولية للتعريف به والاحتفاء بفنانيه والمحافظة عليه وعلى الرسالة التي يقدمها. ضمن فعاليات مهرجان إسطنبول 14 لمسرح الدمى، عرضت على مسرح بلدية إسطنبول عدة أعمال كان أهمها السيرك. ضمن هذا المهرجان عرضت مسارح بلدية إسطنبول العديد من هذه الأعمال مثل سورناما 2010، السماك كاراغوز، والسيرك، التي عرضت على مسارح عدة وبتواريخ مختلفة على امتداد مدينة إسطنبول. في مسرح الدمى يرى الأطفال دمى يستطيعون التوحد معها، تتحرك الدمية في يد الممثل، وكما يلعب الطفل بدمى أخرى ويتصادق معها، فهو كذلك يرى في الدمية على المسرح صديقا وبطلا يستطيع التوحد معه. أما مسرحية السيرك التي كتبها وأخرجها سيزار جونيش، فتروي قصة سيرك يحاول ساكنوه وبالأخص الصغير لوبو جمع الماء من المشاهدين لري الشجرة التي جفت ولمساعدة صديقه في السيرك الذي وقع عن الحبل، فيبدأ لوبو رحلة مليئة بالمغامرات والاكتشافات والتعرف على شخوص مختلفة. يركز العمل على معنى الصداقة والتعاون والمساعدة كقيم عليا يهتم بترسيخها في أذهان الأطفال، أولئك الذين تابعوا المسرحية باهتمام شديد وشاركوا بأصواتهم وهتافاتهم وضحكاتهم البريئة في إضافة جو مميز على أحداث القصة. رغم مرور الزمن وتطور التكنولوجيا لم يفقد مسرح العرائس شيئا من بريقه، بل لا زال محافظا على رسالته ومسيرته، حاملا إلى الأطفال البهجة والسرور. لبرنامج الألوان السبعة، سعيد الحاج، إسطنبول. نعم، وبعد هذا التقرير لابد لنا أن نتحدث عن رسالة صياغة الهوية، عن رسالة التأثير في المستوى الفردي، عن مجالات ووسائل التأثير في الرأي العام الذي ينبثق من مشكات الإعلام، المؤسسات الإعلامية الريادية التي يمكن لها أن تصقل شخصية أمة، أن تخاطب مجتمعا، أن تبني كيانه، أو أن تغرس فيه فلسفة الهزيمة واليأس. أهمية الإعلام ودوره في الحياة أمر لا يشك فيه أحد، ولكن حديثنا في هذا المساء الرمضاني عن ضيف عزيز ممثل للإعلاميين العرب هنا في تركيا. كيف يعيش الإعلاميون العرب في تركيا؟ ما هي رسالتهم؟ كيف يقرؤون الواقع الإعلامية في تركيا؟ أسئلة كثيرة ومحاور متعددة يسعدنا أن نطرحها على ضيفنا العزيز الأستاذ طه عودي، مدير مكتب الأسوشيتد بريس هنا في تركيا والمراسل للعديد من القنوات الفضائية العربية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ طه في برنامج الألوان السبعة. مشاهدينا الأكارم، إلى تقريرنا الافتتاحي الذي عودناكم عليه، لنعود بعده إلى لقاء أستاذنا الكريم ومحاورته في محاور الخطاب في جولتنا الثانية. نتابع سويا.
على مدار التاريخ كانت تركيا مركز جذب للسياح والراغبين بالسكنى في أرضها المفعمة بمظاهر الروعة والجمال، وكان شعبها يعبر عن كرم ضيافته لمن وفد إليه منطلقا من فهمه لثقافته وعاداته وتقاليده. الأمر ليس حكرا على السياحة أو الاقتصاد فقط، بل يتعداهما إلى قطاع الإعلام، حيث يعيش العشرات من الإعلاميين العرب في الولايات التركية المختلفة، وهم يعملون في مجال خدمتهم وعطائهم فيها منذ سنوات طويلة. السياسة الخارجية التركية وسياسة الانفتاح على الشرق الأوسط تحديداً جعلت من تركيا محط اهتمام الدول العربية، فكان الإعلام العربي مرحباً به على الأرض التركية، وكثير من الإعلاميين العرب الكبار يعملون هنا بكل حرفية وتميز. تركيا التي تزخر بالأحداث والمواقف السياسية داخلية وخارجية كانت العنوان والمقصد للكثير من رجال الإعلام، سواء العاملين في الإعلام المقروئ أو المسموع أو المرئي، وتصدر الكثير من الإعلاميين العرب مواقع مميزة في قطاعات العمل الإعلامي التركي ووكالات الأنباء الكبرى فيه ليسهموا بنصيبهم في مسيرة العطاء المشترك. الإعلام العربي في تركيا، الأستاذ طه عودي مدير مكتب الأسوشيتد بريس هنا في تركيا، نجدد ترحيبنا بحضرتك. لنبدأ بداية بتقييمك ونظرتك لواقع الإعلام في تركيا، كيف تقيم لنا الإعلام التركي؟ نعم، في البداية قبل أن أجيب عن سؤالكم يسعدني أن أنتهز الفرصة من خلال برنامجكم لتقديم التهنئة الحارة للعالم العربي والإسلام وهنا للأتراك جميعا بشهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم بخير مرة أخرى، ذكرنا بها ضيفنا الكريم. نعم تفضل. أما فيما يتعلق بالإعلام العربي وهنا واقع الإعلام هنا في تركيا، حقيقة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في العام 2002 هناك كان سرعة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالإعلام. في التسعينات من القرن الماضي، يعني قبل تقريبا يعني عقدين، كان هناك وجود قليل من قبل الإعلاميين العرب في تركيا، وإن دل ذلك إنما يدل على عدم اهتمام العالم العربي على تركيا، حيث كانت تركيا في تلك الفترة كانت هي منغلقة على نفسها. ولكن كما ذكرت قبل قليل بعد وصول حزب العدالة إلى السلطة في العام 2002 هناك اهتمام كبير من قبل العالم العربي والعالم الإسلامي خاصة في تركيا. لاحظنا أن هناك عدد كبير من الإعلاميين، كان ما يقارب من 5 أو 6 إعلاميين كانوا موجودين هنا في تركيا في التسعينات، أما الآن حاليا يتواجد يعني 40 إلى 50 من خاصة من العرب فقط إعلاميين العرب، وعدد كبير من القنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء تفتح مكاتب هنا في تركيا، وهناك توجهات في القريب العاجل إلى المزيد، وهناك تعزيز لهذا الدور في الآونة المقبلة وفي الآونة الحالية التي نعيشها. أستاذ طه عودي، ألا ترى أن تركيا بما تلعبه من يعني دور سياسي إقليمي ودولي هي بيئة حاضنة للعمل الإعلامي، بمعنى مصدرة للفعل الإعلامي الجاذب لعدسات الكاميرا؟ بالطبع، يعني هذا صحيح. يعني تركيا حاليا خاصة يعني بعد الدور الكبير الذي قامت به يعني منذ العام 2007، تركيا تقوم بدور متعاظم جدا في منطقة الشرق الأوسط. يعني تركيا التي كانت دائما منشغلة تماما بقضاياها الداخلية بمشكلة الإرهاب ومكافحة حزب العمال كردستان وأيضا المشكلة الاقتصادية، الآن هي تحل مشاكل الغير من سوريا إلى العراق إلى فلسطين، تجاوز أزماتها، وهذا الأمر الذي دفعها إلى أن يعني عدد كبير من الإعلاميين والقنوات العربية أن يعني تأخذ مكانها هنا في تركيا، وتكون حقيقة تركيا بالراحة الموجودة هنا للإعلاميين العرب أن تكون يعني قدوة ومثال يحتذى به في عدد من دول العالم. على ذكر الراحة أستاذ طه، هل تشعر حقيقة بالراحة السلوكية والحركية هنا في تركيا؟ بمعنى عندما تتحرك أنت بكاميراتك أو بفريق التصوير أو يعني بالطاقم العامل في فريق الأخبار في فريق تغطية حدث معين أو أردتم تصوير تقارير معينة، هل تشعرون براحة في حرية الحركة، في حرية التصوير في المناطق، في اختيار المناطق، أم أن هناك قيود وهذا فقط ترويج إعلامي نقوم به من خلال برنامجنا؟ يعني إذا قارنا بالعالم العربي وقارنا بدول أخرى، أستطيع أن أؤكد هنا
بأن تركيا هنا راحة تامة، وهنا خاصة من قبل المسؤولين الأتراك بمقدمتهم السيد رئيس وزراء رجب طيب أردوغان والحكومة التركية، هناك دعم كبير للإعلاميين خاصة عملية الأحداث، مراقبة الأحداث وعملية التصوير هنا وهناك. وأيضا يعني أريد أن أشير إلى نقطة هنا، يعني هي في تركيا أعتقد الدولة الوحيدة التي يلتقي فيها رئيس الوزراء أو وزير الخارجية أو رئيس الجمهورية مع الإعلاميين الأجانب هنا في تركيا، يعني هذه غير موجودة في عالمنا العربي من الحين إلى الآخر، وتقديم كل جديد خاصة فيما يتعلق من أحداث هامة تطرأ في هذا البلد، إبلاغ بالمستجدات السياسية. نعم. والرؤية الخاصة، هذه نقطة متميزة جدا. أستاذ طه، عندما نتحدث عن حرية الحركة التي تفضلت بها في إطار القانون، هل يعني حركتكم قانونية هنا في سائر المواقع التي تذهبون إليها، بمعنى سهولة الحصول على مثلا بطاقة العضوية في نقابة الصحفيين وغير ذلك من الإجراءات القانونية والمعاملات، هل هي متيسرة للإعلاميين؟ نعم، يعني نحن هنا منذ أن وصلنا إلى يعني بدأنا في هذا العمل الإعلامي حصلنا على بطاقة من صحفية وهي تصدر من رئاسة الوزراء التركية. من خلال هذه البطاقة تستطيع أن تتجول، تستطيع أن تدخل إلى أي مكان في تركيا يكون في هناك حدث يهمك، المؤتمرات العالمية، المؤتمرات الدولية، المنتديات الثقافية الاجتماعية الفنية، كلها تستطيع أن تتابعها من خلال يعني هذه الإمكانية التي منحت لك من قبل رئاسة الوزراء. وأيضا هناك رئاسة الوزراء من الحين إلى الآخر تقوم بعمليات ندوات وعمليات رحلات للصحفيين الأجانب خاصة والإعلاميين العرب وأيضا الأجانب بشكل عام، وهذه هي يعني من الأشياء التي يعني أعتقد أنها غير موجودة في ملامح فارقة حقيقة. نعم. في التعامل على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي يعني. نعم. من جهات مختصة. أستاذ طه، أنت من فلسطين، عندما نتحدث عن إعلامي فلسطيني متابع، أنت تعيش هنا منذ قرابة 20 عاما على ما أظن. نعم. نحن نتحدث عن فترة طويلة خبرت بها مستوى الإعلام التركي ومستوى تفاعله مع القضايا، كيف تقيم لنا مثلا تفاعله مع الشأن الفلسطيني؟ يعني أنا أريد أن أشير إلى نقطة هنا، يعني القضية الفلسطينية هي قضية موجودة يعني منذ سنوات طويلة في قلوب الأتراك وفي قلوب كافة الحكومات المتعاقبة داخل تركيا، ولكنها منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة وخاصة بعد يعني استشهاد الشيخ أحمد ياسين في العام 2004 وحرب غزة، كانت هناك تصريحات قوية جدا، وكان من قبل رئيس وزراء رجب طيب أردوغان، كان الأمر الذي يعني كان هناك انتفاضة هبت انتفاضة وهذه انتقلت تماما إلى الشارع التركي الذي هو يعني يهتم بشكل كبير في القضية الفلسطينية. يعني أقول هنا نقطة مهمة وهي أن القيادة والراعي والرعية هم يهتمون بهذه القضية والقضية الفلسطينية، وهي قضية موجودة في كل بيت تركي، وهذا ما يجب أن يكون يعني قضية فلسطين جزء من القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده. نعم. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذكرها في القرآن في التين والزيتون. نعم. مشفوع أيضا. أستاذ طه، عندما نتحدث عن الرؤية الخاصة بالإعلامي، أنت كإعلامي عربي تعيش على الأرض التركية، لديك رسالة إعلامية تؤديها مقابل المبلغ المادي الذي. نعم. تحصل عليه، ولكن كإنسان كصاحب مسؤولية لديك رسالة أن تمد جسور التلاقي والتواصل ما بين المجتمع الذي أنت منه والمجتمع الذي تعيش فيه، هل ترى أن الإعلاميين العرب يلعبون دورا مميزا في مد جسور التواصل ما بين تركيا والعالم العربي؟ يعني من دون شك، يعني بالإضافة إلى عملنا الذي نقوم به كما ذكرت، وهو يعني هناك وظيفة، هناك واجب نقوم به، وهو خاصة بما أننا نعيش داخل تركيا ونعيش في هذا البلد المضياف، نستطيع يعني من خلال هذا القلم ومن خلال الصوت ومن خلال يعني حركة الكاميرا أن نقدم ليس لتركيا ولكن للعالم العربي وللعالم الإسلامي أن يستفيد من هذه التجربة، من الأتراك، من يعني خاصة هذه الحكومة وهذه التطورات في كافة مجالاتها ومستوياتها. أعتقد يعني هناك عدد كبير من الإعلاميين كان لهم دور كبير بمد الجسور بين تركيا وبين العام العربي على كافة الأصعدة، إن كان سياسيا أم اقتصاديا. اسمح لي هنا، أنا
يعني أطرح قضية بنوع من الشفافية يعني وبأفق مفتوح هنا. أنا ألوم على الإعلاميين العرب حقيقة في تركيا. كثير من الإعلاميين وربما توافقني الرأي أستاذ طه عندما يتحركون لتغطية حدث معين يحركون كاميراتهم وفرق التصوير من أجل تغطية يعني كلمات رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيد أحمد داود أوغلو ورئيس الجمهورية سيد عبد الله قل والمسؤولين والنواب وغيرهم من ذلك. لكن نحن في العالم العربي نحتاج إلى أمور أخرى، بمعنى شواهد إبداعية، عمل مؤسسات ناضج، أساليب التشبيك المؤسسات، حالات الإبداع الموجودة في المجتمع التركي، بمعنى أن نعكس للمجتمع العربي حالات الإبداع الحقيقية الموجودة في الشارع التركي، وأن نعكس من المجتمع العربي الحالات الإبداعية، بمعنى أن نؤسس لبناء فهم تبادلي ما بين الشعبين، ليس فقط أن نغطي حدثا معينا. ألا ترى أن ذلك من مسؤولية الإعلامي العربي هنا؟ نعم، يعني هنا في هذا المجال هنا كما ذكرت يعني معظم الإعلاميين يهتمون بالشأن السياسي أو الشأن الاقتصادي، ولكن يعني أريد من خلال برنامجكم يعني قبل فترة خاصة بشهر 4 وحاليا يذاع في شهر رمضان، يعني قمنا بإنتاج برنامج يعرض حاليا على NBC وهو برنامج يتكلم أو يتحدث عن التطورات تركيا ما بين عام 1990 وقبل وصول رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى مدينة إسطنبول وإلى حتى هذه اللحظة، التغيرات التي طرأت في تركيا. هناك يعني عدد من الإعلاميين يهتمون بهذا الشأن، ولكن كما تفضلت الاهتمام بالشأن السياسي أو الاقتصادي يطرأ على كل شيء. نعم، ما هي الرؤية التي تراها هنا عندما تنزل إلى ميدان الإعلام؟ بمعنى هل تستشعر مسؤولية تغطية الحدث بموضوعية أم يغلب على الإنسان طابع العمل؟ بمعنى أنا إنسان أعمل مع وكالة كذا للإعلام، أنا إنسان أعمل مع وكالة كذا للإعلام، أنا إنسان أعمل مع الجهة الفلانية. لكل دولة الحق في أن تغطي الحدث، ولكن على الإعلامي الذي يعيش هنا أن يكون موضوعيا في وصف الحدث، وصفه وتوصيفه ورساله، وأيضا التعامل معه من خلال فنيات المونتاج والمكساج وغيرها من أمور. لا توافقني رأي بذلك؟ نعم، كلامك صحيح. يعني هي في البداية هي الرسالة اللي احنا نقوم بها هي تعتمد على الأمانة، يعني هو الصحفي والإعلام لازم يكون يعني أمين. خاصة ما المقصود بالأمانة؟ هو أن يعطي الخبر حقه، بمعنى يعني أن يتوجه إلى مؤتمر يعطي يعني هو فقط نقل الحدث يعني بحذافيره إلى العالم العربي ومن دون أي رتوش أو إضافات عليه، دون أن يضع بصمته هو. نعم، فهذه نقطة مهمة، يعني هي تعتمد على الأمانة في نقل الحدث، لأنه المشاهد العربي هو يعني بعطش ومتعطش لسماع أخبار، وخاصة الأخبار الحقيقية والأخبار يعني الغير يعني بها شوائب. أستاذنا الكريم، نحن نتحدث أن تركيا اليوم تمتلك التركسات، القمر الصناعي الذي يمكن أن يؤسس لبناء منظومة إعلامية متكاملة. اليوم هناك مئات القنوات الفضائية الإعلامية التركية، حتى المدن في كل مدينة هناك 3 أو 4 فضائيات يعني باسمها أو تتحدث باسمها أو تنطلق من أرضها. هل يمكن لنا أن نتحدث عن بناء إعلامي متين وقوي في داخل المجتمع التركي؟ بالطبع، يعني حاليا تركيا لاحظنا في الفترة الأخيرة وخاصة في السنوات الأخيرة هناك نهضة، وهناك بالإعلام يعني في التسعينات كان هناك فقط القنوات الحكومية فقط، وبعد عام 91 بدأت القنوات الخاصة، وخاصة في يعني السنوات في آخر يعني 3 سنوات لاحظنا أن هناك عدد كبير من انتشار من القنوات التركية في عدد من المجالات، واعتقد من كان آخرة وهي يعني افتتاح قناة التركية التي هي يعني موجودة داخل تركيا وأيضا تخاطب العالم العربي. وهذا ما أود سؤالك عنه، الآن افتتاح قناة تركية حقيقة ألا ترى أنه خطوة متقدمة في مجال التواصل التركي العربي؟ أنه يمكن أن يوجد بيئة آمنة للتواصل فعال يعكس الحالة التركية للعالم العربي والحالة العربية للعالم التركي؟ بالطبع، يعني أعتقد افتتاح القناة هو جاء متأخر يعني، ولكن جاءت يعني حاليا هي كما ذكرت قبل قليل هي لمد الجسور بين العرب وبين الأتراك. العرب كان هناك يعني هناك في بعد وكان في جفاف بين الطرفين، هناك ما في قناة وقنوات اتصال تربطهم. أعتقد أن القناة التركية يعني هي لبت هذا الهدف. نعم، في مجال الرقي الخاص بالصحفي أو الإعلامي أو المراسل العربي في تركيا، هل ترى أن إمكانية تطوره في العمل هنا في هذه البيئة ممكنة؟ هل يمكن أن يرتقي في مؤسسات ريادية على مستوى المجتمع التركي، على مستوى المجتمع الإداري، على مستوى المجتمع يعني أن يكون
داعم فعلي ومؤسس في عمل إداري منهجي في داخل الإعلام التركي؟ نعم، يعني تركيا كما ذكرت يعني هي تختلف عن الدول العربية والدول الأخرى. هنا في راحة تامة في تركيا، يستطيع الإنسان وخاصة يعتمد على الصحف ويعتمد على الإعلام نفسه أن يطور نفسه وأن يصل إلى أعلى المراتب وإلى أعلى الأماكن التي يستطيع أن يصل إليها. نعم، الإعلاميون هنا، الإعلاميون العرب أقصد تحديدا، هل هناك ثقافة موحدة تجمعهم في هذا الإطار؟ أم أن كل يغني على ليله، بمعنى يعني كل دولة ترسل مندوبها ثم المندوب الإعلامي يتحدث بالقضايا التي تريدها منه قناته، وهذا طبعا حق القناة في هذا الأمر، لكن ألا يوجد رؤية موحدة من خلال المراسلين والإعلاميين؟ وهذه ربما تكون فكرة يعني من خلالكم نرسلها لكم أستاذ طه، يعني ربما تعممونها إن لم تكن موجودة أنا لا أدري حقيقة، لبناء أفق موحد بمعنى قواسم مشتركة للعمل، مجالات التركيز، مجالات التفاعل، مجالات العطاء. ألا ترى أن ذلك يعزز من قيمة الشراكة التبادلية ما بين تركيا والعالم العربي بوصفهما أمة واحدة، قبلة واحدة، ورب واحد، ودين واحد، حتى وإن كان حاجز اللغة الذي بدأ يتلاشى الآن بتعلم الأتراك للعرب وتعلم العرب للغة التركية الآن في الفترة المؤخرة؟ ألا ترى أن ذلك ضروري؟ بالطبع هذا ضروري جدا. يعني هنا يعني معظم الإعلاميين العرب معظمهم موجودين هنا في إسطنبول، قسم قليل منهم في أنقرة. هناك كما تعلمون العمل هنا في تركيا عمل كثيف جدا ومكثف لدرجة كبيرة، الأحداث متسارعة للغاية، ولكن من الحين الآخر هناك لقاءات نلتقي مع بعضنا البعض، وخاصة نحن يعني معظم الصحفيين من فلسطين، من مصر، من سوريا، من لبنان، من أي يعني دولة أخرى. هناك قضايا، وهي كما تعلمون العالم العربي خاصة ما يتعلق بالثورات العربية هي قضايا كلها تجمعنا، وأعتقد هناك في يعني نقطة واحدة تجمع كل الصحفيين والإعلاميين العرب هنا في تركيا. هل أنت متفائل بمستقبل الإعلاميين هنا؟ هل أنت متفائل بمستقبل العمل الإعلامي العربي هنا في تركيا من حيث البيئة التي تؤمنها الحكومة والجهات الإعلامية المختصة، ومن حيث التفاعل العربي في الجهة المقابلة؟ بالطبع هناك تفاؤل كبير، والدليل على ذلك أنه هناك كل يوم نلاحظ عدد تدفق عدد كبير من الإعلاميين العرب إلى تركيا. كما ذكرت فتح مكاتب، فتح يعني هنا قنوات ومراكز للصحفيين والإعلاميين العرب. أعتقد أنه الإعلاميين العرب يعني في المستقبل وفي هذا الجو خاصة في داخل تركيا يستطيع أن يرتقوا إلى أعلى المستويات. نعم، هذا ما نأمله حقيقة، أن تصاغ الرسالة ولو برؤية وحدوية بالحد الأدنى. الأستاذ طه عودي مدير مكتب الأسوشيتد بريس هنا في تركيا والمراسل للعديد من القنوات الإعلامية العربية، نشكرك جدا على وجودك معنا في برنامج الألوان السبعة، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما علينا. وأعزائنا المشاهدين، نحملكم إلى فضاء لوحتنا الكاريكاتورية الثانية، نترككم معها بلا تعليق. دعوني في ختام لقاي ألقي لكم بالحب أزهار اشتياقي. وصلنا إلى نهاية جولتنا معكم مشاهدين الأكارم، الأعزة المشاهدون، حيثما كنتم نبرق إليكم بمحبتنا، نبرق إليكم بتقديرنا الدائم، ونتمنى أن تكون هذه السلسلة من المشروعات التواصلية من خلال برنامجكم الألوان السبعة تنال على إعجابكم، وننتظر منكم التقييم والتقويم بشكل دائم عبر أساليب ووسائل الاتصال بيننا. ولا تنسوا موقعنا على اليوتيوب، وأيضا موقعنا على فيمو، وأيضا موقعنا على الفيسبوك الذي ينتظر تفاعلكم المستمر والمتزايد. على أمل اللقاء بكم مجددا، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.